رايك؟ بخير يعني. اليوم غادي نخدم معكم واحد ندير واحد انبوكسين ديال واحد الميكروفون ديال بويا، وبغينا نعرفو صراحة اول مرة غادي ناخدو، بغيت نتيستيه، بغيت نخدم عليه فلوغات وفلوغات و فيديوهات كيف ما كانوا. بغيت تشاركوا معايا هاد اللقطة، وبغيتكم تعرفوا شنو هو هذا. فوالا بويا ميكروفون عادي، درت فيه تيست، و هاد التيست دابا اللي كنهضر فيه دابا في الكاميرا، حيت غادي تشوف بروجي، شوف الكاميرا عندكم، وبغيت نشوف اللقطة ديال الخدمة ديالو كيفاش دايرة، واش الصوت نقي ولا ماشي نقي، ولا واش فيه شي تخيك بحال هكذا ديال الصوت كيطلق الصداع ما كيطلقش الصداع، الصداع اللي كاين كيحيدو من تما كاين فيلتراج ديال الصداع داكشي خفيف. هذا ما كان، خليكم معنا في الفيديو. اليوم غنديرو الانبوكسين ديال هاد الميكروفون اللي كيسميتو بويا BY-NM1، وغادي نشوفو شنو السلبيات ديالو والايجابيات. اول حاجه هنا كيعطيوك كل شيء ديالو، جميع المعلومات كوم سا، هنا كيعطيكم جميع المعلومات ديالو، هنا نسبة الصوت، نسبة الحوايج اللي كيشد. المهم الشيما هنايا باش تعرف كيفاش تركب الميكروفون، تحاول تستابيليزي مع الكاميرا، سواء الكاميرا ولا التليفون ولا هنا كيعطيك سبيسيفيكاسيون ديالو، يعني الموجات نقدر نقول الموجات فريكونس هنايا كاينه، البلاصة اللي فيك اللي فيك تحط عليها الميكروفون كيما ندير فيها. هو حاجة ديالو ديانا بداو بالحامل ديالو، هنا فين كيتحط الميكرو، هذا الكابل ديالو، الكابل مقسم على زوج، كاين صورتي تليفون، صورتي تاع الميكرو هنايا، راه باين بيني لك هنايا، هنا الميكرو، وهنايا البرونشمون ديال التليفون، فوالا. هدا إلا كانت عندك شي كاميرا ولا تا هو ميم شوز، هدا تاع الكاميرا هدا، والكاميرا الكاميرا الكاميرا الميكرو، فوالا. دابا ندوزو هذا الفلتر، فوالا الكاميرا صغيرة، ميكرو صغير، سمحولي، ولكن وزن هذا الفلتر ديالو، ماشي شي فلتر، مي واحد بيباراج وصافي. مهم فوالا، هذا هو الانبوكسين الخفيف درايف، نتمنى يعجبكم.